السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لي معلومات. شرف هذا الفيديو كيفاش تشوف دراهمك على حساب سي سي بي. ما تروحش لابوست ولا تدي معك بطاقة ذهبية في الصرف الآلي تشوف دراهمك، لا، من التليفون تاعك تشوف دراهمك عادي بدون أي مشاكل. نروحوا لجوجل كروم خاوتي، ومن بعد نكتب سي سي بي، ومن بعد خاوتي دائما ركزوا على الرابط خاصة بـ OCCP. كاينين صفحات نتاع OCCP مزورين باش ما طيحوش في الفخ. هاي كليكي على الرابط، بعد جيني هذه الواجهة خاوتي، هنا يقول لك تسجيل الدخول، تكليكي عليها. ومن بعد هنا واش يقول لك خاوتي؟ هنايا يقول لك دير حساب نتاعك بدون مفتاح، معناها رقم CCP، ودير المود باس. المود باس عندك زوج طرق، حبيت تروح لابوست دوموندي على المود باس، ولا دوموندي منا. راني داير فيديو كيفاش دوموندي الحصول على رقم السري تاع او سي سي بي، راني داير عليها فيديو، ودوك ندير لكم الرابط نتاعو اسفل هذا الفيديو. ما علينا، نديرو هنايا رقم سي سي بي، ونديرو هنايا المود باس، ومن بعد نديرو تسجيل الدخول تخاوتي بهذه الطريقه. دركا رانا دخلنا الى حسابنا او سي سي بي، صح. انايا نحوس نشوف شحال عندي دراهم، نكليكي على ثلاث شلطات خاوتي، ها هي نكليكي عليها، ومن بعد نروح نكشف ندير كشف الحساب. ها هي خاوتي الاولى، عفوا الزوجة، نكليكي عليها يعطيني هنايا شحال عندي الرصيد او الدراهم، هنايا تلقاه. فهمتوا خاوتي؟ هذه الطريقة باش تشوف دراهمك. اللي عنده اي مشكله ولا عنده اي سؤال خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.